الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في أحكام الشروط في البيع. ممتاز. الشروط في تفضل. أكملك تفضل. سعيد بالله. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. الشروط في البيع كثيرة الوقوع، وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر، فاقتضى ذلك البحث في الشروط وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح. والفقهاء رحمهم الله يعرفون الشرط في البيع بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد، فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده. والشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: صحيحة وفاسدة. أولا الشروط الصحيحة، وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، وهذا القسم يلزم بمقتضاه لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه. والقسم الصحيح من الشروط نوعان: النوع الأول شرط لمصلحة العقد، بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط، كاشتراط التوثيق بالرهن أو اشتراط الضامن، وهذا يطمئن البائع. واشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة، وهذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الملخص الفقهي، نحن في كتاب البيوع، ويتكلم المصنف رحمه الله وحفظه على طاعته ورحمنا وإياكم على شروط البيع، بعد ما تكلمنا عن البيوع الفاسدة إلى غير ذلك. أولا الشرط، الشين المثلثة والراء والطاء المهملتان. الشرط يأتي بفتحتين ويأتي بفتحة وسكون، يعني تقول الشرط، صحيح؟ الشارط، يعني العلامة، ويجمع على أشراط، ومنها أشراط الساعة. والشرط بفتحة وسكون جمع شروط، ولذلك يقول صاحب القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، هذا هو الشرط. طيب، ما هو معناه في الاصطلاح؟ ما يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم، يعني إذا وجد الشرط وجد المشروط، أو كما قالوا: ما يتوقف وجود الحكم وجودا شرعيا على وجوده ويكون خارجا عن حقيقته ويلزم من عدمه العدم، يعني ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه إيش؟ العدم. يعني الشرط وصف يتوقف عليه وجود الحكم وحقيقته أن عدمه يستلزم عدم الحكم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يتحقق الحكم بشكل شرعي إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع. كل شرط ليس في كتاب الله باطل، ولو كان 100 شرط كان في قصة بريرة من حديث عائشة عند الإمام مسلم. مثال: الوضوء شرط للصلاة، صحيح؟ يعني لا صلاة إلا إذا وجد الوضوء، لكن هل لو أنا توضيت لازم أصلي؟
مشايخ؟ لا شيخ أنا ما يلزم. هذا لا هو لا 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 يلزم، هذا معناه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ليش؟ لذاته. تفضلوا. نعم أحسن نعم الله إليك شيخ. واشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة، وهذا يستفيد منه المشتري. فإذا وفي بهذا الشرط لزم البيع. وكذلك لو اشترط فإذا وفي بهذا الشرط، ولا فإذا وفى بهذا الشرط؟ لا الياء مفتوحة يا شيخنا على فتح وفي. ممتاز، أحسنتم، كلاهما صحيح. فإذا وفي لم يسمى فاعله، وإذا وفى سمي فاعله، كلاهما صحيح. تفضلوا. فإذا وفي بهذا الشرط لزم البيع. وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع، مثل كونه من النوع الجيد، أو من الصناعة الفلانية، أو الإنتاج الفلاني، لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك. فإن أتى المبيع يعني لو أنت الآن ذهبت إلى حائك الملابس وقلت له فصل لي ثوبا كذا وكذا وكذا، ثم أنه خالف في هذا الشرط، لك أن ترد هذا المبيع. ولو قلت له مثلا تشتري سيارة بشروط كذا وكذا وكذا وخالف هذه الشروط، لك أن ترد إيش؟ أن ترد المبيع، وهكذا. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا. فإذا أتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع، وإن اختلف عنه فللمشتري الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فقد الشرط، بحيث يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة، ثم يقوم مع فقدها، ويدفع له الفرق بين القيمتين إذا طلب. النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع، كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة، أو أن يحمل على الدابة أو السي أو ي... أو يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه. فالحديث يدل يعني لا مانع أن تبيع السيارة وأن تقول له على أن توصلني إلى مكاني كذا، لا حرج في ذلك. نعم، ما دام أن المنفعة هنا مباحة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين، ويقاس عليها غيرها. وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع، كأن يشتري منه حطبا ويشترط عليه حمله إلى موضع معين، أو يشتري منه ثوبا ويشترط عليه خياطته. ثانيا الشروط الفاسدة، وهذا القسم أنواع. النوع الأول شرط فاسد يبطل العقد من أصله، ومثاله أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دارك، أو يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تشركني معك في عملك الفلاني أو في بيتك، أو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تقرضني مبلغ كذا من الدراهم. فهذا الشرط فاسد، وهو يبطل العقد من أساسه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الحديث بما ذكرنا. النوع الثاني من الشروط، ولذلك هنا مسألة، ما الفرق بين البطلان والفساد، أو ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ أولا، أما بالنسبة للجمهور،
لم يفرقوا بين الاصطلاحين، فالفاسد عندهم بمعنى باطل، الجمهور فاسد عندهم بمعنى باطل. أما الأحناف لا، الأحناف وافقوا الجمهور في أن الفاسد بمعنى الباطل في العبادات، لكنهم خالفوهم في المعاملات. أعيد هذا أمر مهم جدا أيها الكرام الفضلاء، الفاسد والباطل كلاهما بمعنى واحد يدل على عدم الصحة. فإذا قلنا فاسدة الصلاة يعني باطلة. طيب هذا الكلام عند الجمهور يشمل العبادات والمعاملات، أما الأحناف قالوا نوافق الجمهور في أن الفاسد بمعنى الباطل في العبادات، لكن نخالفهم في المعاملات. فعندهم أن الباطل ما كان الخلل واقعا في أركانه، مثل بيع المعدوم، شيء معدوم فنقول بيع باطل. أيضا ليه؟ لأن ما في مبيع، ومعرفة المبيع ركن من أركان البيع. أيضا بيع الصبي غير المميز والمجنون، فهذا عند الأحناف باطل لأنه ليس أهلا للبيع لعدم أهلية العاقد، وكذلك بيع الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه كلها عندهم باطلة. طيب هذه كلها عندهم باطلة. إذن العقود الباطل عند الأحناف لا يترتب عليها أي أثر من الأثار الشرعية، يعني معناها بيع باطل غير صحيح. أما الفاسد هو ما كان الخلل واقع في شروط العقد المكملة والتي نهى الله عنها، مثل بيع شيء مجهول الثمن أو غير معلوم الأجل إذا كان البيع مؤجل يعني، أو الزواج من غير شهود، فإن العقد في مثل هذه الحالة يكون فاسدا ولا يكون باطلا، هم يفرقون. والعقد الفاسد عندهم لا يترتب على ذات العقد شيء، بل يجب فسخه لأن العقد وقع غير لازم، ورتبوا عليه بعض الآثار، فأوجبوا في الزواج الفاسد المهر والعدة وأثبت النسب، ولكن لا تجب بالزواج الفاسد نفقة للزوجة مع وجوب التفريق بينهما، مع وجود التفريق بينهما. فهنا مثلا لو أن مشتريا اشترى مثلا دارا بعقد فاسد ثم باع الدار بعقد صحيح، هل يعتبر هذا البيع الثاني صحيح أم يجب فسخه عند الأحناف؟ صحيح أحسن الله. كيف صحيح؟ لأن في العقد الأول شيخنا البيع الأول كان في الشروط الخلل، فعندهم ما في إشكال في الشروط. لا، هو اشترى الآن، اشترى بعقد فاسد، وإحنا قلنا العقد الفاسد هو الواقع في شروط العقد التي نهى الله عنها، مثل بيع الشيء المجهول. نريد نوضح مرة ثانية، الفاسد عندهم، الباطل عندهم إذا كان الخلل واقع في أركان البيع، مثل بيع المعدوم، هذا البيع باطل لأن ما في مبيع أصلا، هذا البيع بيع باطل. والبيع الباطل عندهم كأنه لا شيء، البيع الباطل عندهم كأنه لا شيء. أما البيع الفاسد عندهم يقع في شرط من شروط العقد المكملة، مثل بيع شيء مجهول أو البيع غير المعلوم الأجل، فيكون عندهم فاسد
وليس باطلا، يعني يترتب عليه أمور. أما الباطل اللي هو المعدوم، الباطل اللي هو المعدوم، فإذا لما اشترى بعقد فاسد هنا ثم باع، العقد الفاسد عند الأحناف يفيد الملك، يفيد الملك بالقبض، وضحت الآن؟ البيع الفاسد عندهم يفيد الملك بالقبض، ثم باعه مرة ثانية بعقد صحيح، هل يعتبر العقد الثاني صحيح؟ نعم يعتبر العقد الثاني صحيح عند ماذا؟ عند الأحناف، لأن العقد الفاسد ليس معدوما عند الأحناف، يفيد، يفيد الملك بالقبض. أما عند الجمهور كلمة الفاسد والباطل كلاهما سواء. أنا بس أحبت أذكر لكم هذه فضيلتكم حتى تفرقوا ما هو عند الأحناف وما هو عند الجمهور. نكمل ما نحن فيه إن شاء الله. شيخنا حفظك الله، الجمهور العقد الباطل يترتب عليه لا 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 لا، الجمهور الباطل والفاسد كله سواء سيان بمعنى واحد، عرفتم؟ نعم نعم شيخنا، يعني بيع منعدم لا قيمة له، يعني كأنه لم يقع أصلا. إذا قال لك بيع فاسد أو بيع باطل كله بمعنى واحد، يعني بيع ما تم أصلا، يعني بيع منتقض لا يترتب عليه شيء. أما الأحناف، أما مثل أن نقول هذه صلاة باطلة، لما نقول هذه الصلاة صلاة إيش؟ صلاة باطلة، يعني صلاة غير صحيحة. الأحناف قالوا إحنا نوافقكم يا الجمهور في مسألة العبادات، لكن في المعاملات لا، عندنا الباطل، نعم الباطل في حكم العدم، لكن الفاسد في حكم عدم العدم، ويترتب عليه أمور ويصبح ملكا بالقبض. نعم أحسن الله إليكم شيخ. النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع ما يفسد في نفسه ولا يبطل البيع، مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه، أو شرط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة ونحو ذلك، فهذا شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى البيع أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. وهذا هو عمدة الباب، حديث عائشة في قصة بريرة، هذا عمدة الباب في البيوع الفاسدة والباطلة. يعني بمعنى لو أنا مثلا قلت، يعني مثلا رجل تزوج امرأة مثلا، والمرأة قالت مثلا في مثل هالأمور، يعني انك انت لا تعدد علي، فعدد عليها، هنا يعتبر يجوز له ذلك ولا شيء، ويبقى الزوجية باقية بينهما. ايضا لو ان رجل اعتق عبدا عنده، قالوا لبريرة نحن نعتق والولاء لنا، تاخذ من عائشة الفلوس، قالت لا، انما الولاء لمن اعتق. وهنا النبي طلع على المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. والمراد بكتاب الله هنا حكمه، ليشمل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن اعتقت أبطل الشرط ولم يبطل العقد. وقال صلى الله عليه وسلم: أي معنى الولاء لمن اعتق؟ يعني يرثها، يعني ترثها. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. إنه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتعلم أحكام البيع وما يصح فيه من الشروط وما لا يصح، حتى يكون على بصيرة في معاملته، ولتنقطع الخصومات والمنازعات بين المسلمين، فإن غالبها ينشأ من جهل المتبايعين أو أحدهما بأحكام البيع،
واشتراطهم شروطا فاسدة. وفي ذلك كتاب جيد يعني للدكتور عبد الله المصلح بعنوان ما لا يسع التاجر جهله، ما لا يسع التاجر جهله، وهو موجود على الشبكة. ينبغي الإنسان المهتم بأمر البيع والشراء أن يقرأ في مثل هذا، وأيضا أن يسأل أهل العلم قبل أن يلج في مسائل البيع والشراء حتى يكون بيعه. ولذلك كان عمر سبحان الله كان عمر يدخل السوق ويسأل الباعة في أحكام البيع، فإن وجدهم لا يحسنون ضربهم بدرته ثم قال اخرجوا من أسواق المسلمين لا تفسدوا عليهم أسواقهم، لا تفسدوا عليهم أسواقهم. كل هذا حرصا على أن الإنسان أن يكون حريصا على أحكام البيع والشراء. تفضل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، انتهى الباب حفظكم الله وصلى الله عليه وسلم إلى عمدة الأحكام. تفضلوا.